تقديرك هل سيطرت إسرائيل على جبهاتها الداخلية عندما تتحدث عن السيطرة على مستوطنات غلاف غزة قبل دقائق؟ ونعرض ربما الآن لقطات من القدس تظهر عملية الهجوم على مركز للشرطة واستهداف عناصر إسرائيلية. يعني عندما تتفجر الجبهة من الداخل، ما شكل الضغط الذي ربما قد يتولد على حكومة نتنياهو وحتى حكومة الطوارئ المزعومة؟ نعم، أنت أشرت الآن إلى جانب آخر من المعركة الميداني اللي يتعلق بالضفة الغربية بأراضي 48. هذه مناطق متفجرة أصلاً. التقارير الأمنية الإسرائيلية الواردة قبل المعركة الأخيرة، وهو تقرير صادر عن معهد مركز الأمن القومي الإسرائيلي الذي يتبع إلى جامعة حيفا وهو من أهم المراكز الأمنية الإسرائيلية والبحثية، يقول بأن الضفة الغربية باتت تملك ترسانة مسلحة وتملك قوة عسكرية على الأرض، وأن هناك من ضمن ترسانتها قد يكون صواريخ أرض أرض. أي أن ورغم محاولات إسرائيل قمع هذه الحالة والهجوم على جنين وعلى مخيم نور شمس في طول كرم، إلا أن هذه العمليات فاشلة. هناك قنبلة موقوتة موجودة قد تنفجر في لحظات معينة وقد تولد عنها مفاجآت جديدة تربك الحسابات الإسرائيلية مجددا. يعني كما قلت، المعركة مفتوحة على عدد من الخيارات وعلى عدد من الساحات وفي عدد كبير من الساحات. هذه المعركة ليست كمعركة 73، هناك خط طماس واضح في سيناء أو عند قناة السويس. هنا المعركة متنقلة، قد تتنقل من الضفة الغربية إلى أراضي 48 إلى شمال سوريا وشمال لبنان، قد يتولد عنها ضغوط في الإقليم والمحيط العربي. يعني لا تستطيع إسرائيل أن تتحكم بمسار هذه المعركة، هي تستطيع الآن أن تحدث ضجيجا دبلوماسيا هي والولايات المتحدة الأمريكية كبير، لتخيف دول المنطقة ولتخيف كل الأطراف بمن فيهم الفلسطينيين في الضفة الغربية. هناك رسائل تهديد واضحة بأننا سنرتكب مجازر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية أنهم تحركوا. هناك رسائل بثت من قبل مستوطنين تتوجه بالتهديد مباشرة للسكان الضفة الغربية، ولكن هناك يتوقع أن تبدأ عمليات جريئة أيضا في الضفة الغربية ردا على هذه التهديدات للتأكيد بأن الضفة الغربية هي جزء من هذه المعركة. الآن نحن في محاولة لخلق حالة نفسية ترعب الفلسطينيين، لكن لا أعتقد أنها ستدوم فترة طويلة. سيكسر الفلسطينيين حالة الإرهاب التي تمارس عليهم سواء بعمليات القصف أو من خلال وسائل إعلامية أو من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية بترهيبهم بأن العالم كله سيقف ضدهم، بأن أمريكا قادرة حتى على جذب العرب إلى مربع الخندق الإسرائيلي ليكونوا كلهم في خندق إسرائيل وخندق الإنجليز وخندق أمريكا، في حين أن بعض الدول العربية تريد أن تتخفف من هذا العبء، لا تريد أن تتورط في هذه المعركة لصالح إسرائيل. أعتقد أنه المعركة لا زالت في بدايتها، أنها قد تمتد إلى أكثر من أسبوعين، قد تمتد إلى شهر وقد تمتد إلى شهرين. واضح أستاذ حازم الباحث والمحلل السياسي أستاذ حازم عياد.